أعياد الميلاد ورأس السنة هي أيام مباركة تدعونا للاهتمام بالأمومة وبالطفولة، لأن السيد المسيح ولد طفلاً في بيت لحم. تدعونا للاهتمام بالفقراء والمحتاجين وبالغرباء وبالمهجرين والمنبوذين والمهملين. إنها أيام تدعونا لتحويل المبادئ السامية كمبدأ الأخوة الإنسانية إلى أفعال محبة ملموسة تجاه جميع البشر، لا سيما الضعفاء والأيتام والمرضى والأرامل والمسنين والمظلومين. تدعونا للعمل على بناء جسور التواصل والأخوة والحوار والمحبة بين جميع الشعوب والأديان والثقافات، لأنه طوبى لصانع السلام بالأفعال الملموسة لا بالكلمات والشعارات. تدعونا لأن نشعل نور الأخوة القادر على دحر وهدم جبال الكراهية والعنف والتناحر. وكل عام وأنتم بخير وأيام مباركة وسعيدة على البشرية جمعاء.